السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. سنواصل مواضعنا في المجال القانوني، ونطرق في هذه الحصة إلى التنازل عن الشكوى. هي من إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية. إذا شفنا واحد المجموعة أو سلسلة ديال الحصص طرقنا فيها من أسباب ديال سقوط الدعوى العمومية، وسنواصل حتى في هذه الحصة في نفس الاتجاه، والعنوان يكون هو التنازل عن الشكوى هو إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية. فإذا كانت الدعوة العمومية هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتداء حقه في توقيع الجزاء على المجرم، حيث لا يجوز توقيع الجزاء على شخص مهما فعل إلا باتباع إجراءات دقيقة تبدأ بالمتابعة عن طريق إقامة أو إثارة أو تحريك الدعوة العمومية، وهو ما يعرف عند شراح المسطرة الجنائية بنشر الخصومة الجنائية أمام القضاء بين النيابة العامة الممثلة للمجتمع والشخص الذي خرق قواعد القانون الجنائي، ومتابعتها بعد إقامتها لحين انقضائها بصدور حكم في الموضوع. وتعد النيابة العامة مؤسسة تمثل المجتمع أمام المحاكم الزجرية، وتختص بإقامة الدعوى العمومية ومراقبة سريها حتى نهايتها، سريانها حتى نهايتها. وهي كطرف رئيسي في الدعوى العمومية تنعت بالقضاء الواقف، لأن ممثلها يقف لزوما حين يأخذ الكلمة أمام المحكمة لبسط مطالب الادعاء الشفوية أو لمناقشة أوجه إسناد التهمة إلى المتهم، وتنعت كذلك بالطرف الشريف لأنها إن تنبهت إلى وجود أدلة تبرئ المتهم تحولت عن ملتمساتها السابقة ودافعت عن الأصل الذي هو البراءة. وبهذا تكون مستوى التنازل عن الشكوى من أسباب ومن إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية، حيث صرحت الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية بأن الدعوى العمومية تسقط بالتنازل عن الشكاية، وذلك كلما كانت شرطا واجبا استيفاؤه لإقامة الدعوى، وعليه فإن جميع الحالات التي لا تجوز فيها المتابعة إلا إذا ورد الاستثناء إلا إذا وردت شكايته من المتضرر من الجريمة إلا وتسقط المتابعة لزوما عنها بمجرد تنازله عن هذه الشكاية. وهذا السبب لانتقاء الدعوى العمومية يتميز بخاصتين أساسيتين، أولاهما أنه حق شخصي لصيق بصاحبه المشتكي يباشره بنفسه أو بالواسطة، إذن وكالة خاصة، ولا ينتقل أي حق التنازل عن الشكوى أو سحبها كما عبر عن ذلك القانون الملغى في الفصل 3 منه إلى الغير بأي وجه من الأوجه. والخاصية الثانية هي أنه لا شكل للتنازل عن الشكوى، حيث يمكن أن يكون مكتوبا وقد يكون شفويا. إذن قبل توديعكم سأعيد أهم العناصر التي تعرضت لها في هذه الحصة، اللي كانت حول موضوع تنازل الشكوى هي من إحدى أسباب سقوط الدعوى العمومية. قلنا أنه صرحت الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية بأن الدعوى العمومية تسقط بالتنازل عن الشكاية، وذلك كلما كان شرطا واجبا استيفاؤه لإقامة الدعوى،
وعليه فإن جميع الحالات التي لا تجوز فيها المتابعة إلا إذا وردت شكايته من المتضرر من الجريمة إلا وتسقط المتابعة لزوما عنها بمجرد تنازلي عن هذه الشكاية. وهذا السبب لانتقاء الدعوى العمومية يتميز بخاصيتين أساسيتين. قلنا أولهما أنه حق شخصي لاصق بصاحبه المشتكي يباشره بنفسه أو بالواسطة، وثانيهما الخاصية الثانية قلنا أنه لا شكل للتنازل عن الشكوى، حيث يمكن أن يكون مكتوبا وقد يكون شفويا. إذن إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ولإعادة المتابعة يمكن الرجوع إلى قناة يوتيوب جعفر تغزلي، وبالتوفيق والنجاح.